اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن مصر كلها الفت في ريال اشرف وجيانا فاروق عشان ميداليات الاولمبيه طبعا ابطالنا، بس صدقوني في الكاراتيه عندنا نجوم يعني زيهم كتير ونجوم شباب طالعين. يمكن حبيبه جيلك انت ليك قصه مع فريال حصلت قبل ما تاخد الميداليه وهي هناك في طوكيو. ايوه هناك بعت لها مسج قلت لها ان شاء الله يا فريال انت هتجيبي ميدل، وانا حاسه بكده قوي. فهي ردت عليا قالت لي ربنا يخليكي وشكرا على السبورت وكده. وبعدين بعد ما جابت الميدل قلت لها الحمد لله جبت الميدل. انا قلت لك بالظبط. فين الحلاوه بقى؟ هاتي الميدل، هاتي بقى الميدل، حلاوه الميدل. لا ان شاء الله تجيبيها انت باذن الله. ان شاء الله انت بنفسك تجيبيها، خاصه انت سنك صغير 20 سنه. 20 بس. بصي حلاوه من فريال دي ما فيهاش كلام. اه يعني اوعي تسيبي حقك، لو سبتيه احنا مش هنسيبه. طيب قولي لي، يعني خلينا نتكلم عن رؤيتك لمستقبلك لكاريرك في الكاراتيه. كل لاعب لازم يبقى عنده رؤيه، هو عايز يوصل فين وعايز يبقى ايه، ورؤيتك لنفسك ايه؟ وانا الحمد لله البريمير ليج اللي فاتت اللي جبت فيها برونز الحمد لله حسيت ان انا خلاص بدات هو على التراك. و يعني حتى لو وحصل معايا مشاكل، خسرت لا قدر الله او حاجه زي كده، هفضل اكمل عشان يعني انا شايفه نفسي ان لا انا ليا مستقبل. حاجه ممكن تعطلك؟ لا ما اظنش ان في حاجه هتعطلني. الدراسه انا بعرف امشي الدنيا ما بينها وما بين الكاراتيه. بتمشي ايه؟ موت. انت محمد رمضان بتقعدي 3 ايام صاحيين. انا ممكن صاحيين يا كابتن، افضل 3 ايام صاحيه. بس في الاخر لما بخلص الحاجات ببقى فخوره بنفسي ان انا قدرت اخلص مثلا امتحان وجبت فيه جيد جدا مثلا، وفي نفس الوقت قدرت ان انا احقق هنا جمهوريه مثلا كبار او حاجه زي كده، ان هي دي اول او تاني سنه ليا عشان كورونا طبعا مش دعوه بيها خالص. فممكن نعتبرها اول سنه ليا كبار. فبالنسبه لي ان انا اجيب فيها جمهوريه وبعد كده اخش تصفيات منتخب، بعد كده اخش البريمير ليج. فانا مش شايفه نفسي لو تاخدي ميداليه برونز في البريمير ليج دي حاجه صراحه، ودي تاني مره ليا في البريمير ليج عموما. فدي صراحه يعني الحمد لله بدايه كويسه. جود ستارت. طيب